ماشي. ايه بقى المانيفستيشن اوف سكليروديرما؟ الشيست بتعمل انترستيشن لانج ديسيز، فيلوسوفجاس بتعمل ايه؟ ميجا اوسوفجس دايلاتيشن، غير ايه تاني بيعمل ايه تاني في الاوسوفجاس؟ وجيرد ريفلكس ستريكشن. ماشي ايه تاني؟ ما الجيرد ده نتيجه للباتيولاس لور اوسوفجاس كان اسف. ايه تاني؟ الكانديديزيس يا شباب. ده كومبليكيتد. ايه تاني بيعمل ايه في الاستومك السكليروديرما؟ دايلاتيشن، كل حاجه في الباول دايلاتيشن. ويعمل حاجه اسمها ووتر ميلون سكولا استومك، دي بتبان في المنظار نتيجه للجاسترايتس، مالناش دعوه بيه. السمول باول بيعمل ايه؟ هاند باوند دايلاتيشن برضو دايلاتيشن، اللي هو يقول لك هايت باوند. ايه هايت باوند ده؟ الجلد بتاع الجمل مش عارف بيكشش. المهم دايلاتيشن يعني. خلاص. طب ليه بيعمل في كل الجي اي تي دايلاتيشن؟ انه بيضرب ايه؟ الكونكتيف تيشو بيعمل الفايبروز. بلكسس ماينتريك. الله ينور عليك، بيضرب الايرباكس بلكسس. ماشي، بيضرب النيوروجينيك بلكسس الايرباكس، فبيعمل دايلاتيشن في كل الجي اي تي. طب في البون بقى بيعمل ايه؟ اكرو اوستيولوسيس. اكرو اوستيولوسيس. الله ينور عليك. ايه تاني في الجوينت؟ طيب بيعمل ايه؟ ناروينج وايروجن. ناروينج وايروجن. وفي السوفت تيشو اللي حواليه كالسيفيكيشن. خلاص اديكوا قلتهم كلهم.